بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع. حلقة النهاردة هنتكلم فيها على جانبين، جانب المنتخب الوطني اللي بيستعد بالتأكيد لمباراة الغد أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مباراة الحسم بإذن الله إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية موفقة لمنتخبنا الوطني للوصول إلى المباراة النهائية والمحطة الأخيرة في منافسات كأس الأمم الإفريقية. تفاصيل وكواليس وآخر الأخبار الخاصة باستعدادات منتخبنا لمباراة الغد. الجانب الآخر هنتكلم فيه على النادي الأهلي، وبالتأكيد خلاص بدأ العد التنازلي والاستعدادات جارية بشكل كبير جدا لضربة البداية بالنسبة للأهلي يوم السبت القادم. أولى المباريات يوم السبت الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة أمام القاهرة بتوقيت مونتري المكسيكي، وبإذن الله إن شاء الله تكون بداية موفقة، خاصة إن هذه المباراة هي هتكون البداية للدخول إلى منافسات كأس العالم للأندية والوصول لمرحلة الدور نصف النهائي أمام بالميراس بطل كوبا أمريكا، الفريق البرازيلي بالتأكيد اللي دائما متواجد مع الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، لكن نبدأ سؤال حلقة اليوم زي ما أنتم متعودين معانا في برنامج الترند. وسؤال النهاردة بمناسبة مباراة بكرة مصر والكاميرون، عايز أعرف من وجهة نظركم أفضل تشكيل لمنتخب مصر في مواجهة الكاميرون، وتوقعاتكم كمان للنتيجة المنتظرة في هذه المباراة. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال زي ما انتم شايفين على الشاشة من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته في الإمارات. كمان فيفا يهدي الأهلي شهادة تقدير للمشاركة السابعة في مونديال الأندية. وفي الترند المحلي، المنتخب يختتم استعداداته لمباراة الكاميرون. استعراض مباريات اليوم، النهارده بالتأكيد أولى مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الساعة 9 بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد وأهيجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بوركينا فاسو أمام السنغال. مباراة مهمة جدا، وخلاص واحنا بنقترب من يعني الختام ومرحلة النهاية في كأس أمم إفريقيا. الفائز من هذه المباراة سيلتقي مع الفائز من لقاء مصر والكاميرون بإذن الله يوم الأحد القادم 6 فبراير في نهائي البطولة، لكن الخاسر في هذه المباراة سيلتقي مع الخاسر من لقاء مصر والكاميرون على تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت القادم، يوم الأحد القادم أيضا في نفس يوم مباراة النهائي، لكن الثالث والرابع يبقى الساعة 6 والمباراة النهائية هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. طيب دي أبرز حاجة النهاردة معانا في بداية الفقرة والإنترو، أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الأخبار والتصريحات في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. أبرز حاجة معايا في هذه الفقرة بالتأكيد هنتناول الحديث عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أمام فريق مونتري المكسيكي ضربة البداية يوم السبت القادم. لكن منذ قليل كانت في تصريحات مهمة جدا لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي. هذه التصريحات قالها قبل ما يدخل بقى للحجر الصحي بعد ثبوت العينة صباح اليوم، وكانت عينته إيجابية للأسف ودخل حجر الصحي، وهيكون في مساحات أخرى خلال الساعات القادمة للإطمئنان على حالته وبإذن الله تكون سلبية زي ما حصل مع المهندس خالد مرتجي اللي خرج على طول من الحجر الصحي وابتدى الشغل على طول مع البعثة استعدادا بقى للملف والاستعدادات في الفترة الجاية لمباريات كأس العالم للأندية. بيتسو موسيماني قال كلام مهم جدا في تفاصيل بسيطة وعناوين سريعة. قال أنا سعيد بالمشاركة مجددا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي. قال أنا كنت موجود المرة اللي فاتت بعد ما فزت ببطولة إفريقيا وقلت أنا مع الأهلي السنة دي في كأس العالم، والسنة الجاية إن شاء الله هنحاول نقرر الفوز بدورة أبطال إفريقيا والمشاركة لمرة تانية على التوالي في كأس العالم للأندية، وده اتحقق. قال بس خدوا بالكم النجاح ده مش يتعلق بشخصي أنا فقط، ده كمان يحسب للعيبة ومجهود اللعيبة، أنا بحط التعليمات والخطط لكن كمان في ناس بتشتغل وبتحضر وبتخطط على جميع المستويات. قال كمان بغض النظر عن الصعوبات اللي بتواجهنا في كأس العالم للأندية إلا أن عيوننا دائما تتطلع لمزيد من الإنجازات، وأنا شخصيا أحلم بميدالية بلون جديد سواء ذهب أو فضة. هو خد مع الأهلي الميدالية البرونزية فعايز ميدالية جديدة وإن شاء الله بإذن الله يا رب تكون ذهب. قال كمان في كرة القدم لا يهم كيف تبدأ ولكن المهم أين تنتهي،
فإذا نظرت إلى المنتخب المصري لم يحقق أفضل بداية له في كأس أمم إفريقيا، ولكنه الآن في نصف نهائي البطولة واكتسب احترام الجميع. قال بغض النظر عن كل هذه التحديات الصعوبات والغيابات، فنحن لن نهتم بكل ده سوى تحقيق إنجاز في هذه البطولة لإسعاد الجماهير. آخر حاجة قبل ما أروح للإمارات، قال لدينا 11 لاعب في الملعب، 5 تغييرات، كلهم لاعبون محترفون، لذلك يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية. تصريحات مهمة جدا من بيتسو موسيماني، واتكلم كمان بخصوص مونتريال المكسيكي وإزاي هيستعد لهذه المباراة الصعبة والقوية جدا في ظل هذه الغيابات العديدة. لكن في تفاصيل مهمة جدا وفي أخبار كتير متعلقة ببعثة فريق النادي الأهلي، في ظل أن في اجتماعات دورية للاتحاد الدولي منذ وصول البعثة حتى صباح اليوم. لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي في إمارة أبو ظبي مع زميلنا العزيز أمير هشام موفد قناة الأهلي، واللي بالتأكيد هنتابع معاه كل الكواليس والأخبار الخاصة بمشاركة الأهلي في هذه البطولة، المشاركة 7 التاريخية. مساء الخير يا أمير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وبالتحديد برنامج الترند. يعني أكيد أيام مهمة جدا وساعات مهمة جدا جدا بالنسبة لبعثة النادي الأهلي هنا في أبو ظبي في إطار الاستعداد لانطلاق مباريات الفريق في كأس العالم للأندية. الاستعدادات محمد خليني أتكلم معاك على طول في جزئية الاستعدادات الخاصة بالفريق، كلها ماشية بشكل ممتاز وبشكل جيد جدا. ممكن يكون يعني موضوع موسيماني وإيجابية المسحة بتاعته ممكن ده اللي هيخليه مش موجود طبعا في مران الأهلي اليوم، لكن في ظل غياب موسيماني وعزله في الغرفة الخاصة بيه الأمور ماشية بشكل طبيعي جدا. وأنا بكلمك دلوقتي في محاضرة للفريق مع الكابتن سامي قمصان بيتكلم فيها في بعض النقاط اللي أكيد كان ركز عليها هو مستر بيتسو موسيماني على مدار الأيام القليلة السابقة، وهي تتعلق بكل تأكيد بفريق مونتيري المكسيكي، هذا الفريق المميز في كل الأحوال بالمناسبة، لأن حتى في ظل غياب عدد من اللاعبين في حالة غيابهم أصلا، لأن هم ممكن يلحقوا المباراة هم هيكونوا موجودين أكيد في أبو ظبي، يعني جزئية أن هم يشاركوا أو ما يشاركوش دي حاجة خاصة بأجيري المدير الفني لمونتيري المكسيكي، لكن في كل الأحوال هم متواجدين، قد يدفعوا بعضهم في مباراة الأهلي، لكن الجزئية دي بالتحديد مش شغلة بال لعيبة النادي الأهلي، وده أمر أنا بأكده عليك بشكل كبير جدا وواضح ولمسته من أول ما وصلت هنا لأبو ظبي ومقر إقامة الفريق هنا، والكلام كله على انهم هيلعبوا فرقه اسمها مونتيري. الهدف ايه من المواجهه دي؟ الهدف ان الاهلي عايز يكسب ايا كان بقى الظروف اللي الاهلي بيمر بيها نفسه. احنا عارفين يا محمد وكلنا متابعين جمهور الاهلي طبعا متابع كل خبر لحظه بلحظه عن الفرقه كما هو المعتاد، عارفين ان الظروف صعبه شويه على النادي الاهلي، لكن مش الاهلي اللي دايما بيتكلم في الصعوبات، مش الاهلي اللي دايما بيتكلم في العقبات اللي ممكن تقابله، لان هي دي كره القدم وكل شيء وارد حدوثه. والاهلي ظلم طبعا في تضارب المواعيد واللي ياما اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا في مختلف برامج قناه النادي الاهلي، ما بين طبعا كاس العالم للانديه وكاس الامم الافريقيه، غياب اللعيبه الدوليه في منتخب مصر. طبعا كل التوفيق بالمناسبه لمنتخبنا في مباراه بكره ان شاء الله باذن الله يفرحونا، لكن في كل الاحوال ما فيش اي تركيز اطلاقا في الظروف اللي بتواجه اللعيبه او حتى الجهاز الفني، لكن اللعيبه طبعا مركزه في المباراه، الجهاز الفني مركز في نقاط القوه والضعف الخاصه بفريق مونتيري، ازاي يقدر يتعامل مع هذا الفريق، ازاي يقدر ان هو يتغلب على الفريق ده في اولى مبارياته في كاس العالم للانديه، لان برده ايا كان ايه الوضع الاهلي عنده طموح، واي لعيب متواجد في قائمه النادي الاهلي بما فيهم الشباب اللي شاركوا في كاس الرابطه، اي لعيب عارف المطلوب منه في الملعب ان هو يعمل كل اللي عليه، يلعب بروح كبيره جدا، روح الفانيلا الحمراء زي طبعا ما احنا عارفين الشعار المهم جدا أكيد. بالنسبه لنا ده، والباقي بيبقى طبعا او كله على الله على ربنا في الاول وفي الاخر، لكن طبعا انت بتعمل كل المجهود وكل المطلوب منك من الجهاز الفني، وفي الاخر التوفيق من عند المولى عز وجل. فبالتالي تركيز كبير جدا، الكل مستعد ومتاهب لاولى المباريات في هذه البطوله يا محمد باذن الله. طيب في اخبار عايزين نعرفها منك وانت قريب بقى من كل الكواليس والبعثه، اولا فندق الاقامه الاهلي بس اللي موجود في الفندق ولا في فريق تاني ممكن يكون موجود مع الاهلي في الفندق خلال الساعات القادمه؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بكره القائمه الرسميه اللي هيتم تسجيلها عشان تشارك في البطوله، هل هيتم انتظار عوده الدوليين بعد ختام المنافسات يوم الاحد القادم ولا الجهاز الفني ممكن بيفكر في ايه؟ لو سالت الكابتن سيد في هذه الجزئيه.
طيب خليني في البداية أقول لك على المقر الإقامة. لا مش متواجد حتى هذه اللحظة غير فريق النادي الأهلي، ما فيش أي فريق متواجد في مقر الإقامة. بالمناسبة مقر جيد جدا، كل الأمور اللي بيطلبها أو اللي بيحتاجها الفريق في مقر الإقامة متوفرة بشكل مميز، فبالتالي حاجة جيدة طبعا كالعادة. وإحنا في دولة كبيرة يعني في الإمارات وفي إمارة أبو ظبي، الأمور والإمكانيات ما شاء الله ممتازة وجيدة جدا. لكن فيما يتعلق بالقائمة، حتى هذه اللحظة مفيش أي شيء رسمي معلن بخصوص قائمة الأهلي اللي هيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قبل 48 ساعة من بداية أول مباراة اللي هو بكرة بإذن الله 1 أحد الخميس. فبالتالي ده أمر خاص بالجهاز الفني وبمستر بيتسو موسيماني، في انتظار ايه القرارات اللي ممكن ياخدوها، الاسماء اللي ممكن يستعينوا بها من العناصر الدوليه. عندك مثلا ربما محمد شريف مثلا ما بيشاركش، ممكن يكون جاهز جدا بدنيا في تحسبا في حاله ان انت تاهلت باذن الله على حساب مونتيري، فهتستعين بيه، ربما تستعين ببعض الاخر من الدوليين. كلها حسابات وامور بتشغل بال طبعا الجهاز الفني بشكل كبير جدا. هم ادرى ناس بالقرارات اللي هياخدوها بعد دراسة وافية وبعد كمان متابعة الأحمال البدنية الخاصة باللاعبين الدوليين، لأن في جوانب كتيرة جدا يعني بتحيط بهذا الوضع تحديدا. بالمناسبة يا محمد، ممكن يكون الناس بتتكلم على أن الأهلي بيفتقد العناصر الدولية، ولو مثلا اللعيبة كانت جت بدري شوية، لو كان لا قدر الله طبعا منتخبنا الوطني خرج ولا حاجة، وده أمر ما كناش نتمناه إطلاقا، لأن الأولوية طبعا دايما وأبدا لمنتخبنا الوطني والمصر، ده أمر مؤكد. لكن في جزئية مهمة وهي تتعلق ب في جزئية مهمة بتتعلق بالتفكير والتشتيت الذهني اللي ممكن يكون بيتعرض للاعبي النادي الأهلي الدوليين. يعني انت بتشارك في بطولة ومحفل افريقي كبير زي ده بكل الظروف المحيطة في مكان زي دولة الكاميرون، امكانيات محدودة صعبة جدا، اصابات كتير، ماتشات قويه قوي كوديفوار، المغرب في البدايه كان نيجيريا، ففي حسابات كتير جدا بتمر بيها بدراسه وافيه لكل فريق. فبالتالي هي معادله صعبه جدا هيمر بيها لاعبو النادي الاهلي الدوليين في حاله عودته وانضمامه لمعسكر فريق النادي الاهلي، وهي معادله الفصل ما بين مشوار المنتخب الوطني اللي باذن الله يكلل بالنجاح وبالتحقيق البطوله، ومشوار واستكمال مشوار النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ظروف صعبه في كل الاحوال، لكن زي ما قلت لك في البدايه محمد، الكل مركز ومحدش بيفكر في الظروف دي، لان قائمه النادي الاهلي كلها بما فيهم اللاعب الشباب زي ما قلت لك كلهم على مستوى وكفاءه أكيد. عاليه جدا من الامكانيات الفنيه والبدنيه المميزه اللي تقدر تساعدهم ان هم يتخطوا اي عقبه، ده امر مهم جدا اكيد. زميلنا امير هشام موفد قناه الاهلي في ابو ظبي لمتابعه اخبار وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وان شاء الله بعد قليل هيكون التوجه الى المران بعد المحاضره اللي منعقده في هذه اللحظات استعدادا بقى الاولى المباريات. وبنتكلم بكره خلاص هيتم تسجيل القائمه النهائيه 23 لاعب، وهيكون في اجتماعات النهارده مساء بالليل للتحضير للقائمة النهائية والاتصال مع الجهاز الفني أكيد بيتسو موسيماني لاختيار القائمة واختيار التشكيلة الأساسية. أنت ما عندكش غير راس حربة واحد حسام حسن، ولسه هتشوف في التدريبات الجاية أو النهاردة وبكرة مدى لحاقه بأولى المباريات أمام مونتري المكسيكي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والمزيد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. بالتاكيد هنرجع بقى نتكلم في ترند اونلاين ونشوف الاجواء الخاصه بمنافسات كاس العالم للانديه، زي ما بنتكلم على اخبار الاهلي وكيف يستعد الاهلي، وبنطمن على اخر الاخبار والكواليس من معسكر فريق النادي الاهلي. لذلك عبر السكايب اذهب من خلال ترند اونلاين الى ابو ظبي مع الزميل الاعلامي والناقد الرياضي الاستاذ ماجد جزر الاعلامي بموقع جول. بالتاكيد هنتكلم معاه على كيف تستعد أبو ظبي لاستقبال كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. هو موجود حاليا في أبو ظبي وهيكون مكلف بتغطية أخبار كأس العالم للأندية. أستاذ ماجد، أولا برحب بيك وسعيد بوجودك معايا عبر شاشة قناة الأهلي. أهلا وسهلا بيك محمد، سعيد بالتواجد معاك للمرة الأولى وسعيد بالتواجد على قناة النادي الأهلي. بالتأكيد أهلا بيك. طيب حاليا حضرتك موجود في أبو ظبي وتبدأ بقى تغطية فعاليات البطولة، عايز أعرف الأجواء عندك في إمارة أبو ظبي، الاستعدادات لاستقبال الفرق، فرقة مونتري وصلت، الأهلي وصل، خلال الأيام القادمة أو القليلة القادمة هيصل بالميراس وتشيلسي، وهنبدأ بقى نشوف المباريات بدءا من الغد، الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة أولى مبارياته أمام بطل تاهيتي.
والله يمكن حتى الآن خلينا أتكلم معاك، الأجواء الجماهيرية في الشوارع مش ظاهرة بشكل كبير، ولكن في المولات التجارية في بعض الفعاليات الصغيرة اللي بتأكد لك إن خلاص باقي ساعات قليلة على انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية اللي بتستضيفها أبو ظبي للمرة الخامسة في تاريخها، وده طبعا رقم خاص ليها بتنفرد بيه أبو ظبي في استضافة بطولة كأس العالم للأندية. خلينا نتكلم النهارده، انا كنت في زياره لملعب النهيان اللي هيستضيف المباراه الاولى للنادي الاهلي قدام مونتيري المكسيكي، خلاص الملعب جاهز، الملعب كل حاجه فيه بقت جاهزه لاستقبال المباراه. يمكن الملعب انا في ميزه انا شايفها على الصعيد الشخصي ان المباراه، ان الملعب ده بيشيل 12,000 متفرج، دي ميزه، خاصه ان جماهير مونتيري هتكون متواجده. تواصلت مع صحفيين من هناك أكدوا لي إن في 1,500 أو 2,000 مشجع جايين من المكسيك علشان يشجعوا فريقهم. أعتقد حضور جماهيري بالنسبة للنادي الأهلي هيكون أقوى وأكبر بشكل كبير جدا وبشكل متميز، وده هيساعدنا في الظهور بشكل إن الملعب يبقى مليان ويبقى شكل الجمهور حلو والتشجيع كمان وصل للعيبة، لأن ميزة الملعب ده زي ما قلت لك إن مدرجاته قليلة وكمان مدرجاته قريبة من الملعب، فده إن شاء الله يحمس لاعبتنا طوال المباراة. على الصعيد الآخر، نادي الهلال السعودي بيستعد لمغادرة الرياض والوصول إلى أبو ظبي إن شاء الله خلال 24 ساعة، هيكون متواجد في أبو ظبي، وأعتقد بالميراس خلال يومين إن شاء الله هو وتشيلسي يكونوا حاضرين. طيب نطمن من خلالك، أعتقد بعد فتح مسألة شراء التذاكر من خلال موقع فيفا على الإنترنت، بيع التذاكر لمباراة الأهلي الأولى نفذت منذ فترة، يعني ما يقرب من حوالي 10,000 مشجع أهلاوي هيكون في أولى المباريات بإذن الله. والله خليني اقول لك، انا كل ما اقابل حد ويعرف ان انا صحفي هحضر الماتش يقول لي لو سمحت انا عايز تذكره الاهلي. الموضوع الناس كلها هنا بتسال عن تذاكر لماتش الاهلي، فعلا كله عايز يحضر، كله عايز يؤازر الفريق، كله عايز يدعمه، فانا بعتبر الشخص المحظوظ هو اللي لحق انه يحجز تذكره، لان التذاكر بمجرد ما الموقع فتح قفلت بعدها بحاجه بسيطه جدا، لان الجماهير متشوقه ان هي تشوف الاهلي في ابو ظبي من فتره كبيره. طيب هل الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة المحلية أخطروكم بمواعيد مؤتمرات صحفية خلال الفترة القادمة؟ أي إيفنتات أو أحداث الاتحاد الدولي هينظمها على هامش هذه البطولة؟ والله حتى الآن المؤتمرات الصحفية، يعني النهاردة بدأت المؤتمرات الصحفية، فهو كان الحضور أونلاين، إن أنت بتحضر أونلاين وبتحضر سؤالك وبتبعته للمدير الفني أو للاعب. أعتقد إن هو هيستمر الموضوع على نفس المنوال، إذا كان في أي تغيير هيبقى فيه هيتم اختارنا، ولكن اللي تم اختارنا بيه طبعا ان اللجنه المنظمه بتكون حريصه على الطاقم الفني والطاقم واللعيبه والجماهير وكل حاجه، كله لازم يعمل بي سي ار لازم قبل المباراه بيوم علشان يتمكن من حضور المباراه، لان النظام هنا بيشدد على اهميه ان انت تكون خالي تماما من اي مرض او اشتباه في فيروس كورونا. دي يمكن اكثر تركيز من اللجنه المنظمه والاتحاد الدولي لكره القدم حتى الان. طيب نقطه كمان مهمه جدا خاصه بالبطوله، لان هي حدث استثنائي ما تكررش كتير قبل كده، وجود ثلاث فرق عربيه، الجزيره الاماراتي، الاهلي المصري، الهلال السعودي، والبطوله بتقام على ارض عربيه. الحدث الاستثنائي ده انت لمسه ازاي من خلال وجودك في اماره ابو ظبي؟ والله تواصل معايا يمكن اكتر حد من جماهير الهلال، على تواصل دائم معاهم، ناس كتير جايه تدعم الهلال، في نفس الوقت الجزيره انا شايف لافتات بتحس الجماهير على الحضور، ولكن اتوقع ان الحضور في مباراه الافتتاحيه مش هيكون بالقوه الكبيره، لان المنافس الناس بتعتبره منافس سهل شويه، لكن لو الجزيرة عدى بطل تهيتي وقابل نادي الهلال أعتقد هتكون مباراة قوية جدا من ناحية الحضور الجماهيري، وزي ما ذكرت لحضرتك من شوية حضور الجماهير الأهلي، الكل مستني جماهير الأهلي، مستني تفاعلها في المدرجات، مستني الأغاني، مستني الأهازيج، أعتقد جماهير الأهلي هتقدم ملحمة، وكمان جماهير الهلال بسبب قرب المسافة بين الرياض وأبو ظبي هيكون ليها حضور قوي جدا. طيب بمناسبة حضور جماهير الهلال أيضا من الرياض إلى أبو ظبي، الملاعب اللي هتستضيف البطولة هو ملعبين، ملعب النهيان للنادي الوحدة الإماراتي وملعب محمد بن زايد اللي هو ملعب نادي الجزيرة، الساعة الكاملة ولا نسبة كام في المية؟ النسبة المئوية اللي حددها الفيفا قد إيه؟ اللي هو المفروض إن الساعة الكاملة اللي هتحضر، بس أعتقد ملعب محمد بن زايد مش هتلاقي فيه الساعة الكبيرة، ممكن في ماتش الهلال وتشيلسي
لو الاهلي قدر يتخطى وكان ولعب على ملعب محمد بن زايد، اعتقد برضه هيكون في حضور جماهيري كبير للنادي الاهلي، وده هيبان من اول مباراه. أكيد. هل في وفد رسمي من الفيفا وصل عندك معلومة عن وصول جياني إنفانتينو أو مسؤول الفيفا، ولا ممكن يكون ده خلال الساعات الجاية؟ حتى الآن لسه جياني إنفانتينو ما وصلش أبو ظبي، ولكن خلال الساعات القادمة إن شاء الله الكل بيبدأ يتوافد، وغالبا هيكون حاضر بكرة الافتتاح إن شاء الله. أكيد. الأستاذ ماجد جزر الصحفي بموقع جول واللي حاليا موجود في أبو ظبي لتغطية فعاليات كأس العالم للأندية كان معانا من خلال تريند أونلاين عبر الاسكايب. شكرا ليك يا أستاذ ماجد. كان كلام مهم جدا بخصوص الحديث عن كأس العالم للأندية. اهتمينا بالحديث عن أخبار الأهلي وإزاي الأهلي بيستعد لهذه البطولة، وكمان رحنا اتكلمنا على أبو ظبي إزاي هتستعد لاستقبال الفرق وإقامة هذه البطولة. طبعا كلنا عارفين الإمارات العربية المتحدة جاهزة لاستضافة كأس العالم للكبار، مش على مستوى الأندية فقط، كل المنشآت والفنادق والبنية التحتية هناك على أعلى مستوى من الدول اللي تحب تروح تحضر فيها في جميع الأصعدة، رياضيا وسياحيا وتسويقيا، كل الأمور هناك بصراحة على أعلى مستوى. ما بالكم كمان بقى لما يكون الحدث رياضي وفي النادي الأهلي، ده حاجة مختلفة. جمهور الأهلي هيصنع الحدث هناك في هذه البطولة. بالمناسبة كمان النهاردة الاتحاد الدولي فيفا أهدى الأهلي شهادة تقدير، والفيفا خد التيشيرت بتاع النادي الأهلي موقع من اللاعبين عشان يحطه في متحف الفيفا، ودي للمرة السابعة بتحصل، نتيجة طبعا المشاركات المستمرة للنادي الأهلي. دايما يا رب بإذن الله يكون الأهلي متواجد في كأس العالم للأندية. المهندس خالد مرتج الحمد لله بعد ثبوت سلبية المسحة خرج الحمد لله من الحجر الصحي، والنهاردة بدأ بقى شغله العملي والفعلي مع بعثة النادي الأهلي، وعمل اجتماع مع الطاقم الإداري للبعثة. حضر الاجتماع الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، الأستاذ جمال جبر مدير الإعلام، الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، الأستاذ علاء صلاح المنسق الأمني، المهندسة حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، الأستاذة مريان ديمتري وأحمد الطوخي نائبي مدير إدارة التسويق. اجتماعات مستمرة وتهيئة كل الأجواء الخاصة بمنافسات كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا فقرات أخرى مهمة جدا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث بقى عن منتخبنا الوطني. لكن قبل ما اخش لموضوع منتخبنا الوطني واخر اخباره، عايز اقول خبر مهم جدا متعلق باحد نجوم النادي الاهلي، الكابتن بدري بنون نجم النادي الاهلي ولاعب المنتخب المغربي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وافق على طلب رغبه بدري بنون في الالتحاق ببعثه فريق النادي الاهلي في الامارات للحضور والمشاركه مع الاهلي، مش مشاركه طبعا في المباريات نتيجه طبعا ابتعاده بسبب مضاعفات كورونا، ولكن على الاقل وجوده كناحيه معنويه مع فريق النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اللي هتنطلق غدا باذن الله. كابتن بدري بنون حرص على استئذان كابتن سيد مدير الكره في هذا الامر للالتحاق بمعسكر الفريق، ويوم الاربع باذن الله بدري بنون هيصل اليوم النهارده الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي. قدامكم على الشاشه دي لقطات حيه وبث مباشر من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي في ابو ظبي بعد المحاضره الفنيه والتحرك مباشره الى ملعب التدريب. كلنا عارفين خلاص النادي الاهلي يمكن دخل بقى في مرحله الاستعداد للمباريات. قدامنا هو مصطفى شوبير، زياد طارق، محمد، عدد من اللعيبه كمان هم موجودين، وطبعا الاجراءات الاحترازيه ده شيء يعني مسلم بيه دايما في كل رحلات النادي الاهلي ومشاركات النادي الاهلي في مبارياته سواء الدوليه او القاريه. كمان قدامنا هو لويس ميكسوني، والنقطه كمان الواضحه لكل الناس اللي بيتابعوك هذه اللقطات، محمد هاني، كريم فؤاد، الكل لابس الماسك، الكل بيطبق الاجراءات الاحترازيه زي ما انتم شايفين. يعني البعثه كلها سافرت من هنا الحمد لله كانت سلبي كورونا. اول ما وصلت المطار المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس البعثه، المسحه في المطار ثبتت ان في ايجابيه العينه، فدخل حجر صحي قعد فيه 24 ساعه واتعملت مسحه ثانيه وخرج. لما كان المهندس خالد مرتجي الايجابيه المسحه عملوا مسحه ثانيه للبعثه بالكامل، فرغم ان بيتسو موسيماني كانت المسحه سلبيه لما اعادوا المسحه من تاني طلعت ايجابيه، فدخل حجر صحي. فعشان كده في اجراءات احترازيه على اعلى مستوى بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي. قدامنا كمان طاهر محمد طاهر، وكمان الشيء اللافت للنظر في هذه اللقطات اللي قدامي احمد عبد القادر اهو كمان وهو لسه خارج من المحاضره ويركب الاتوبيس، في حافلتين اتوبيسين مع النادي الاهلي، وده طبعا عشان التباعد الاجتماعي. محمد مغربي، حسين الشحات، محمود وحيد، وحسين الشحات يعني قايم بدور المذيع والمراسل والدور الاعلامي
في هذه الرحلة، وإن شاء الله يبقى موفق مع النادي الأهلي في مباراة السبت القادم. البطولة دي تحديدا وش الخير على حسين الشحات لما كان بيلعب مع العين الإماراتي ووصل للمباراة النهائية، وكان بيواجه بالتأكيد ريال مدريد وعمل مباراة كبيرة جدا مع فريق العين الإماراتي. زي ما قلت في حفلتين، ده تطبيقا طبعا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والفيفا بيطبق إجراءات احترازية صارمة بشكل كبير جدا منعا لانتشار فيروس كورونا. وأساسا كمان بغض النظر عن الفيفا، طبعا الإخوة الأشقاء في الإمارات أصلا كمان بيطبقوا الإجراءات الاحترازية يوميا، ده بشكل دائم. الحصول على اللقاح والتطعيمات ده شرط أساسي للدخول إلى الإمارات، إجراء المسحة قبل الدخول لأي مكان رسمي ده شرط أساسي، بغض النظر عن الفعاليات والأحداث الرياضية، دي إجراءات طبية موجودة في الإمارات على أعلى مستوى. زي ما انتم شايفين طبعا كل الزملاء الإعلاميين اللي موجودين في تغطية البعثة الإعلامية، كمان الجانب الإداري والجانب القانوني الخاص ببعثة النادي الأهلي في هذه الرحلة، وفي طبعا مندوب رسمي ووفد رسمي من اللجنة المنظمة المحلية متواجد على طول مع بعثة فريق النادي الأهلي في الإمارات، ومن خلال أيضا مندوب الفيفا بيبقى فيه أكتر من مندوب موجود مع كل بعثة رسمية في البطولة. أولا مندوب الاتحاد الدولي فيفا ومندوب اللجنة المنظمة المحلية. قدامنا بقى قلبي الدفاع في هذه البطولة، يعني ما عندناش غيرهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وهيكون بديل ليهم محمد مغربي، الحاوي وليد سليمان، أليو ديانج نجم خط وسط منتخب مالي التحق بالبعثة وموجود مع النادي الأهلي في الإمارات. كمان هنشوف بعد شوية برضو كمان أكيد علي معلول بعد انتهاء المحاضرة وقبل ركوب الأتوبيس والاستعداد للمغادرة. قدامنا هو كريم فؤاد طبعا أحد لاعبي النادي الأهلي اللي ممكن يؤدي في أكتر من مركز في هذه المباريات. يعني إن شاء الله بإذن الله يقدر الأهلي يعمل نتائج كويسة في هذه البطولة. كلنا عارفين الظروف وعارفين النتائج أو الغيابات. قدامنا كمان محمد مجدي قفشه نجم خط وسط فريق النادي الاهلي. عايز اقول لكم التمرين بالظبط هيكون الساعه 6:30 بتوقيت القاهره على استاد زايد للكريكت، ده ملعب فرعي مخصص للنادي الاهلي للتدريبات عليه خلال هذه البطوله. حمزه علاء حارس المرمى كمان موجود، الاهلي رايح باربع حراس مرمى، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، وكمان خليفه موجود كمان في هذه البطوله معاهم اربع حراس مرمى. والتدريب هيكون زي ما قلت على الملعب الفرعي لاستاد زايد للكريكيت، ويمكن مسافته مش بعيده، قريبه جدا من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي، المسافات مش بعيده وكل الامور يعني التوقيتات متحدده بالدقيقه وبالثانيه. التحرك مثلا 6 الا ربع، التمرين الفريق يوصل 6 يبدا التمرين 6:30. عموما دي كانت اخر اخبار بعثه فريق النادي الاهلي وكل الكواليس الخاصه بالبعثه. اخرج الى فاصل ونرجع مع بعض نبدا نتكلم بقى بسرعه عن المنتخب ونشوف مشاركات الجماهير في اخر فقره من برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند امم افريقيا والحديث عن منتخبنا الوطني. منذ لحظات انتهت وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني استعدادا لمواجهه الكاميرون غدا، وحضر المؤتمر الصحفي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني وايضا كمان محمد الشناوي حارس المرمى. شيء ايجابي وشيء مهم جدا كمان على المستوى الاعلامي ان يحضر حارس المرمى محمد الشناوي، لانه مش هيلعب المباريات القادمه وخارج البطوله، فبالتالي مهم جدا تبعد اللعيبه الاساسيه عن وقائع المؤتمر الصحفي والاسئله اللي ممكن تكون فيها استفزاز شويه، خاصه ان كارلوس كروش امبارح يعني اتكلم بطريقه كانت مميزه جدا في الرد على تصريحات صامويل إيتو. كيروش بصراحه مميز في التصريحات الاعلاميه، ودي المدرسه البرتغاليه اللي احنا متعودين عليها من زمان. طيب نروح لترند امم افريقيا ونشوف السوشيال ميديا كتبت ايه عن منتخبنا الوطني. الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم بيتكلموا على ان المنتخب الوطني يرتدي الزي الابيض بالكامل في مواجهه الكاميرون غدا. طبعا منتخب مصر دايما بيرتدي التيشيرت الاحمر والشورت الاسود او الابيض، لكن بكره هنلبس التيشيرت والطقم كله ابيض. حساب اليوم السابع بيتكلموا على الونش هيقود دفاع منتخب مصر امام الكاميرون بعد رحيل حجازي لالمانيا. خلاص هيبقى الونش ومحمد عبد المنعم في مركز قلب الدفاع، وهيكون بديل ليهم بالتاكيد محمود علاء، وايضا كمان ان شاء الله فتوح موجود في الجبهه اليسرى مع عمر كمال عبد الواحد في الجبهه اليمنى. المصري الرياضي تحذير طبي من الدفع بابو جبل امام الكاميرون. الكلام اللي وصل لنا من الكاميرون ان ابو جبل لغايه امبارح يعني جاهز بس مش بنسبه كبيره. هل هيتم الدفع بيه؟ مش هيتم الدفع بيه في جميع الاحوال. نتمنى المشاركه تكون بنسبه 100% سليم، ولو مش جاهز في محمد صبحي كلنا عندنا ثقه فيه انه يكون حارس مرمى منتخبنا في هذه البطوله. اخر حاجه في ترند امم افريقيا الوطن سبورت، حازم امام في تصريحات كعضو مجلس اداره في الاتحاد المصري بيقول عقوبات كاف هدفها ارهاق اللاعبين وسنتقدم باحتجاج. هنا تصريحات الكابتن حازم امام خاصه بيه
القرارات اللي اتخذها او اللي اتخذتها لجنه الانضباط بالامس بخصوص عقوبات خاصه على لاعبي منتخب مصر داوود، ايقاف مباراتين، روجر ديسا مدرب المساعد لكارلوس كيروش 4 مباريات، بالاضافه للغرامات الماليه بعدم حضور المؤتمر الصحفي والمناشرات اللي حصلت فيه امام غرف خلع الملابس. عموما نتجنب الحديث في هذا الامر، عايزين نركز بكره في مباراه الكاميرون، عندنا 90 دقيقه نركز فيها عشان نكسب ونتاهل للمباراه النهائيه. نروح لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، افضل تشكيله لمنتخبنا وتوقعاتكم للنتيجه. محمد بيقول ابو جبل في حراسه المرمى، عمر كمال، الونش، عبد المنعم، فتوح، النني، حمدي، السوليه، صلاح، مصطفى، مرموش، باذن الله كمان حمدي فتحي يلحق هذه المباريات. شاكر بيقول ابو جبل، عمر كمال، عبد المنعم، الونش، فتوح، حمدي فتحي، النني، السوليه، صلاح، مصطفى، مرموش. لغايه دلوقتي محدش توقع النتيجه، الكل بيتكلم في التشكيل بس. سعيد بيقول ابو جبل لو جاهز، فتوح، عبد المنعم، الونش، عمر كمال، السوليه، النني، حمدي فتحي، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح. محدش عايز يتوقع النتيجه ولا ايه؟ كله خايف. يوسف حسن بيقول صبحي، فتوح، الونش، عبد المنعم، عمر كمال، السوليه، حمدي، النني، تريزيجيه، صلاح، مصطفى محمد. وجهه نظر تريزيجيه يبدا بعد الانطلاقه اللي كانت موجوده في المباراه الاخيره. اخر راي معايا مصطفى صابر بيقول ابو جبل، كل الناس متوقعه ابو جبل بنسبه كبيره في حراسه المرمى، فتوح، عبد المنعم، الونش، كمال، السوليه، حمدي، النني، مرموش، صلاح، مصطفى. غريبه جدا يعني، ما حدش عايز يتوقع النتيجه. هل ده قلق؟ هل هي نوع من التفاؤل والتشاؤم؟ بلاش نتوقع، نسيبها كده على الله وربنا يكرمنا بكره ان شاء الله امام الكاميرون. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم ومنتخبنا كسبان بكره، وكمان النادي الاهلي كسبان مونتريه، ويبقى الاسبوع القادم في احتفالات سواء لمنتخب مصر او النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.